في الأول من أيار من كل عام يصادف يوم العمال العالمي، وفي العراق يعد عطلة رسمية للتذكير بدور هذه الطبقة العاملة ومساهمتها وكفاحها في شتى الميادين وعلى مستوى الإعمار. وفي البصرة أحيا العمال هذه المناسبة بتنظيم مسيرات للمطالبة بحقوقهم. عرف الأول من أيار، عيد العمال الأحرار. ويلخص العمال مطالبهم بالدعوة إلى تفعيل دور النقابات بوصفها اللسان المعبرة عن معاناتهم عبر إلغاء قانون تحويل الطبقة العاملة إلى موظفين، مع تنشيط نظام الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص لحماية المستقبل الوظيفي لعماله. لابد أن تكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على قدر المسؤولية في إكمال العمال الغير مضمونين، ويقدر عدد العمال الغير مضمونين بالعراق حوالي 5 ملايين. وتزامنا مع احتفالات الطبقة العاملة بعيدها، أصدر المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين تقريره السنوي الثالث، كاشفا فيه عن تسجيل 50 حالة وفاة و108 إصابات بين صفوف العمال بالقطاعين العام والخاص، كما رصد نحو 23 تظاهرة في عموم المحافظات بسبب تأخر صرف رواتب موظفينا وأجراء يومينا وأصحاب عقود. في بغداد يدور الحديث في عيد العمال عن حقوق العامل العراقي ومدى تطبيقها في قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي يناقش في أروقة مجلس النواب. في عيدهم يشكو العاملون في القطاع الخاص من عدم ضمان حقوقهم بقانون تقاعدي يمنح عوائلهم دخلا ثابتا في حالة تقدمهم في السن أو عجزهم لأسباب صحية، كما لنظرائهم في الوظائف الحكومية. اتحاد نقابات العمال طلب بدور في تعديلات قانون الضمان الاجتماعي بعد أن تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب، وعدم إهمال صوت العمال الشريحة المستفيدة من القانون. أرجو من البرلمان إشراك الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق بالمناقشة، مناقشة قانون الضمان الاجتماعي العام. أتمنى هذا الشيء، هذا كلش مهم للعمال. يعني يبدي أي عامل يضمن نفسه راح يحصل على راتب التقاعدي من الدولة وليس من وزارة العمل، أو يعني الصندوق يصير من يدفع الرسوم للضمان يصير تقاعده من الدولة. وضع العمال في العراق لا يختلف ربما بين محافظة وأخرى، فالمعاناة واحدة وإن اختلفت المدن أو أماكن العمل. في الموصل تسبب غياب تنظيم بيئة العمل وغياب المساءلة القانونية لأرباب العمل والشركات الخاصة بجعل العمال ضحايا بلا حقوق. بينما يحتفل أقرانهم بعيد العمال في دول أخرى، يعمل هؤلاء الكادحون بلا معدات للسلامة وبأجور زهيدة، فيما يعيش آخرون ظروفا اقتصادية صعبة تضطرهم إلى الوقوف في تقاطعات المدينة بحثا عن لقمة العيش. الكسبة العمال ما حد يضحك عليهم، لا رعاية لا مساعدات لا شيء، واشوف حالك ضحك عليهم على الطالة بالطالة قاعدين ينتظرون رحمة الله وتقول عيد العمال ويا عيد هذا. وتشير إحصاءات رسمية إلى أن نحو 10% فقط من عمال نينوى مسجلون في نقابة العمال، يقبع معظمهم في فقر مدقع نتيجة غياب القوانين وامتناع الشركات عن تسجيلهم بشكل رسمي تهربا من الضرائب.